إذا مرحبا بكم مجددا متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، قناة الشعب بطبيعة الحال قولا وفعلا، وهي مع ولاد الشعب الآن. طبقة ديال الناس اللي كيشتغلوا كحفار ديال المقابر وديال القبور بطبيعة الحال بقلب العاصمة العلمية. الحالة متابعينا الأوفياء اليوم ديال السي عبد اللطيف، أحد حفار القبور بمدينة فاس، عنده أسرة مكونة من 5 ديال الوليدات، وحياته كلها قضاها كيحفر يعني القبور، وكيجري وكيشتغل وكيكافح وكيناضل على وليداته وعلى اللقمه ديال الحلال واللقمه ديال العيش الحلال. هو الان متابعينا الاوفياء هنا في المقبره ديال باب القيسه، ياك سيدي، بالقرب من باب القيسه، كيحفر القبور وكيستنجد بالمغاربه على انهم يساعدوه، الناس اللي ممكن لانهم يعني يسمعوا القصه ديالو كيفاش دوز حياته يعني كيحفر القبور، وكيفاش دايره هذه المهنه هذه، كيفاش داير، كيفاش كيعيش، كيفاش كيدبر يعني القوت ديالو اليومي. الله يدير لي فيها الخير السي عبد اللطيف. سمعوا القصه ديال با عبد اللطيف متابعينا الاوفياء. السي عبد اللطيف تفضل اسيدي، قرب عنك الميكرو هكا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخواني المغاربه، تنقول لكم انا هذه 35 عام وانا في هذا القبور. نعم. ولا اكثر. نعم. كنعيطوا على الله تيجيب الله شي واحد تنحفروا له تنصوروا مع طريب الخبز القوس للوليدات. احنا تنسلكوا لي ايام تنسلكها الله على خير وبخير. نعم، كبرتي اسره على قدها السي عبد اللطيف من هنا من القبور، احكي لنا على الاسره ديالك فوقاش بديتي. تنقول لك انا من 90 وانا هنا. نعم نعم. من 90. نعم. وانا في هذا القبور. نعم. شحال الوليدات عندك؟ ها؟ شحال الوليدات؟ 5. كلهم كبرتيهم من هنا؟ ايه من هنا. ايه من هنا. نعم. من هنا وخدمت حمال، ما خليتش نخدم. نعم. حمال باب القيسه. نعم. وامر الله هذا الحمد لله على كل حال. نعم. كيفاش كتعيش هنايا؟ كتبقى تستنى شي واحد يموت باش يجي يحفروا يعني هنا باش تحفر له القبر باش انت تاخذ يعني ذاك احكي لنا كيفاش التفاصيل بالضبط. تايجي تنحفروا له تندفنوه تنعيطوا على الله معاه، السلام عليكم، وعليكم السلام، باش كاين شي قضيه تنقول له كاين، تنجي تنوريه القبور تندفنوا الميت الله يرحمه. صافي الله يهنيك الله يمسيك، يعطينا البركة ديالنا، تيمشي بحالو تندفنو تيمشي بحالات. نعم، شحال هاد الوقت كيستغرق منك باش تحفر قبر؟ كاع داكشي على حسب، كاين الأرض اللي تتبقى قاط حسب تضرب فيها ساعتين ولا ساعتين ونص، كاين الأرض اللي تطبع تطيح فيها تضرب ساعتين تيكون القبر واجد ناضي. نعم نعم. شحال العمق ديال القبور كدير سيدي؟ عندي شي شوية هنا عليك من الشمس، من الشمس بعيد حالك من الشمس. القبور هاكاك في الظلة باش ترتاح شوية. القبور شحال كيكون بشحال كتحفروا في العرض وفي الطول؟ العرض نعم. متر متر. نعم. والطول 2 متر. 2 متر في الطول؟ اه نعم نعم. 2 متر في الطول. والغرق؟ الغرق على حسب الارض، كاين الارض اللي تكون مايله تخصك تقادها. نعم. تعاودها. قرب عندك الميكرو السي عبد اللطيف. نعم. فهمتي؟ نعم. الارض خصك تقادها باش عاد تبني القبور مزيان. نعم نعم. هذا هو الهدف. سي عبد اللطيف، اكيد الناس عاوتاني كيجيو، كاين اللي كيتهلا فيكم، كاين اللي ما عنده شاي، كاين واخا اللي ما عندوش ندفنو عاوتاني. نعم، يعني اللي عنده كتدعي معاه وكتقول له الله يحفظك، اللي ما عندوش تحفر له، ما عندوش ما كاين مشكل. نعم. إلا ما عندوش غريبة نسيبوه. نعم. ما نسيبوش حتى هو تندفنوه. نعم نعم، الله يعطيك الصحة ودي السي عبد اللطيف، برافو عليك. هكا هو هادو هما المغاربة. ايوا شو تحفر لخوك المغربي اللي كنا مسلمين. نعم. ما نسيبوش حتى هو خصو مسكين، حتى هو ما عندوش خصنا ندفنوه. نعم نعم. حضرتي على شي حالات هنا كيجيو مأثرين بزاف الفقدان، كنعرفوا الموت ما ساهلش، الموت راه ما ساهلش. الناس كيتصدموا بالموت ديال العائله ديالهم والحباب ديالهم، واش حضرتي على حالات هنا مساكن كيبكيو على 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 عدد الناس هكاك عدد بزاف ديال الناس يقولوا انا ما عندي لا ما نقدم ولا ما نوخر. لا تنقول هذا الشيء نجيبو ندفنوه. نعم نعم. ما نقوله. نعم واخا سيدي. سي عبد اللطيف، شنو تلاشد المغاربه اللي بغاو يقفوا معاك ويساعدوك؟ شنو تقول لهم؟ تنقول لهم داك الشيء امر الله تعالى، اللي التقى الله على يديه الله يجازيه بخير. نعم. عندك شي دويره فين ساكن؟ عندي. عندك مصاريف؟ شنو المصاريف اللي عندك؟ مصاريف ديال الماء والضو والمصروف. هذا هو الهدف. كاري ولا الدار ديالك؟ كاري ولا شاري؟ لا واحد. نعم. فين ساكن؟ ساكن في دار الريشة، حي المريني. حي المريني دار الريشة. الديور اللي قبل وطن المريني تما. نعم نعم. ويعني
يعني كتنقل النهار فوقاش كتجي لهنا المقبره فوقاش كتمشي؟ تنجي في الصباح تمشي حتى قربات المغرب. نعم قرب المغرب تمشي بحال. نعم نهار تجيب الله نهار ما تجيبش. نهار شحال نهار مزيان كتصور شحال تقدر تصور؟ هذاك شي امر الله تعالى كل نهار رزقه. نعم كاين اللي ما تصورش فيه؟ كاين نهار يومين وثلاث ايام ما تصفاش كاع. نعم ما يموت حد يعني ما تصفاش يعني صافي ما كاين شيء كاين الله. نعم مولانا ما خلينا سكياش. سي عبد الطيف شكرا جزيلا لك. يا مرسي. كنا بغينا نديرو الرقم ديالك، انت ما عندكش التليفون ما جبتيش معك؟ ما عندي التليفون ما جبتيش؟ لا. نعم واخا اللي بغاك يجي فين يلقاك السي؟ انا هنا ديما هنايا مثلا. قول المكان فين شمن البلاصه هذه؟ تما ذاك البلاصه فين صورتي الفقي. نعم تما غادي تلقاني جالس. شنو سميت البلاصه هذه؟ شنو سميتها؟ باب القيسه. باب القيسه. باب القيسه مقبرات باب القيسه. شنو السميه ديالك عاود ذكر الناس؟ حماني عبد الطيف. إذا أعطينا السي عبد اللطيف المتابعين الأوفياء الحماني عبد اللطيف في باب القيسة، أحد يعني الحفار اللي كيحفروا القبور بطبيعة الحال، هو كيشتغل يعني بالقوت بالحلال بطبيعة الحال، كيدمن دمر ويعرق. كتعيا شوية السي عبد اللطيف؟ كتعيا شوية ملي كتكون كتحفر القبر؟ إيه شوية راه سمارة. سمارة؟ إيه كاين الكنادة اللي تديك مزيروبة خصك تحفرها ربي كبير، خصك توجدها، تيقول لك الظهر هو جايك في الحضار. نعم غير ما تخدم مزيان. نعم باش يوجدوا لها. شحال بيكم هنا اسر خدامين في حفار القبور؟ ها؟ شحال بيكم هنايا؟ شحال بيكم في هذه المقبرة؟ هنا بينا أربعة. نعم. وفي المقرب وديك المقبرة اللي هي ديال المارينيين تما شي سبعة. نعم. سبعة تما. نعم. هنا أربعة بيكم عايشين نفس الحركة بنفس الطريقة كلكم. نعم واخا خويا شكرا جزيلا لك سي عبد الطيف. الله ييسر لك امور، خليك تمشي ترزق الله سير، الله ييسر لك امور. غادي نخليو سي عبد الطيف، ممكن تمشي سي عبد الطيف. متابعينا الاوفياء، سي عبد الطيف كيناشدكم بانكم توقفوا معاه وتساعدوه بطبيعه الحال، عنده وليدات، عنده ارهاقات، عنده التزامات. نتمنى لان الرساله ديال سي عبد الطيف توصلكم. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.